ما تكلمناش بالقدر الكافي على الدستور كيفاش وصلنا ليه، على الأكاذيب الكبرى اللي كانت في الدستور. وأنا صراحة كيحز في قلبي أنه المثقفين اللي كانوا في هذه العملية ديال الدستور حتى داز الوقت عاد ولاو كيقولوا لا راه داكشي اللي درناه ماشي هو اللي خرج. علاش ما قلتيهاش لغد؟ علاش ما قلتيهاش لغد؟ لغد في الصباح ملي سميتو زعما ما بغيتش نعطي الأسماء ولا ندخل في سميتو، ولكن راه كاين واحد النوع ديال زعما راه كاين مسؤولية معنا حنا كمواطنين. علاش هذا الكلام عاد بدا كيتسرب دابا؟ علاش ما وقفنا شيء وقلنا اودي الدستور اللي عطيتونا باش نناقشوه، عطيتونا غير اسبوع باش نناقشوه ولا ما عرفت 10 ايام، ماشي هو الدستور اللي صوتنا عليه؟ بدلتوه نهار الخميس، نهار الجمعه حنا صوتنا، هما بدلوه نهار الخميس. واش بدلوا فيه؟ بدلوا فيه واحد البند مهم جدا وقال لك خطا مادي. اشنو هو ذاك البند؟ هو البند ديال التعيين بصفه كانت شويه معقده ولكن كان بيت القصيد، هو التعيين ديال رئيس المحكمه الدستوريه اللي هو شيء مهم جدا من قبل في الدستور اللي الناس خدموا عليه فعلا. كان من الترجمه ديال البنود اللي كان فيه انه الرئيس كيعينه، الرئيس ديال المحكمه الدستوريه كيعينها رئيس الحكومه، وهذا شيء مهم جدا، معنى انه انسان منتخب هو اللي كيعين الرئيس ديال 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 المحكمه الدستوريه اللي غادي يكون عنده دور كبير، ومعنى ان الاغلبيه منبثقه من 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 خيار ديال 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 الاشخاص اللي كيعينهم الشعب. هذيك تبدلات في اخر دقيقه وما تحركش الساكن، وهذا شيء، هذه فضيحه عظمى اخرى. هذا الشيء خاصنا نرجعوا عليه، ولكن واخا الى تفادينا هذا الشيء وما دخلناش في هذه المسائل هذه.